بننتقل الآن إلى صعيد آخر وهو يتعلق بالمنتخب الوطني واستعداداته الفردية تحضيرا لنهائيات كأس آسيا للناشئين عام 2020 من خلال برنامج فردي تم إرساله للاعبين عبر مدرب المنتخب الكابتن محمد النفيعي. هذا البرنامج مشاهدينا هدفه زيادة ورفع مستوى اللياقة البدنية لدى اللاعبين، وذلك بعد توقفهم عن اللعب لفترة طويلة بسبب جائحة كورونا. طبعا النهائيات إن شاء الله بتنطلق وفي شهر نوفمبر القادم بعد أن تم تأجيلها بسبب هذا الفيروس. جدير بالذكر مشاهدينا الكرام أن قرعة النهائيات ستقام في 18 من الشهر الحالي بمشاركة المنتخب الوطني.